الفترة اللي فاتت ظهر مشاريع كتيرة جدا في الساحل الشمالي، منها لونشنج الفيز 1 ولونشنج فيز 2، منها مشاريع كتيرة جدا موجودة في منطقة الضبعة، منها مشروع سول شركة أعمار، مشروع سيزنز القمزي دوس لكامل ربحي، غير كمان ووتر واي موجود في منطقة الضبعة، وغير المشروع بتاع سيرفر سينس شركة أورا، وده الموجود برضو في الساحل الشمالي. طيب احنا النهاردة هنعمل كومبير بين مشروعين يعتبر كانوا موجودين في نفس الفترة، اللونشنج بتاعهم كان في نفس الفترة، وهو مشروع سيزنز لشركة القمزي ومشروع دوس لشركة أجامل رقحي. هنتكلم عن كل تفاصيل المشروعين في خلال الفيديو ده، بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد عن مشاريع الساحل أو القاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية. أنا معاكم نورة محمد. خلونا نتكلم عن الشركتين، شركة القمزي وشركة أجامل رقحي. لو هنتكلم عن شركة القمزي، مين هو صاحبها؟ عبد الله القمزي. احنا هنا موجودين في مصر، اي كونستراكشن او اي كباري او اي انشاءات بنيجي نعملها بنجيب اوراسكوم او بنجيب حسن علام، دول مشهورين جدا في مصر بالكباري وبالطرق وبالانشاءات والمقاولات اللي هم بيعملوها. طيب في السعوديه اسم عبد الله الشيخ، شركه القمزي مشهور جدا هناك بالطرق وبالكباري في السعوديه او في الامارات، في الامارات خصوصا اي كباري عايزين يعملوها، اي انشاءات، اي طرق بيجيبوا شركه القمزي عشان يعملوها، ده بالنسبه لثابت عملهم في الامارات. نزلوا في مصر في 2010، اول ما عملوا اوتيل موجود في مصر الجديده في الكوربه تحديدا قدام قصر الاتحاديه، عملوا 2 اوتيل هناك. بعد كده اخذوا كومباوند موجود في التجمع الخامس في قدام الجامعه الامريكيه وبوينت 90، ده اسمه است شير، ده موجود في اللوكيشن اللي احنا اتكلمنا عليه ده، دليفري 3.5 سنين. الكومباوند كله فيلات، تاون هاوس وتوين هاوس وستاندالون. ده بالنسبه لثابت اعمال الشركه، فهي كشركه مقاولات شركه قويه جدا وناجحه في النقطه دي، كشركه تطوير عقاري هي برضو شركه ناجحه في النقطه دي لان هي عامله كومباوند قبل كده وفي نسبه انشاءات دلوقتي، واخدت قطعه ارض ليها في الساحل الشمالي. ده بالنسبه للسي في بتاع القمزي. شركه اكامل رقحي، شركة أكامل رقحي هي شراكة بين شركة سعودية اللي هي أكامل رقحي وشراكة مصرية اللي هي شركة أكام المعروفة في العاصمة الإدارية. طبعا الناس اللي عارفة العاصمة الإدارية أو اللي اشتروا فيها قبل كده أكيد سمعنا عن مشروع سين 7 ومشروع سيناريو، ودول موجودين في الار 7، ودول يعتبر من أميز المشاريع الموجودة في الار 7 وفيهم نسبة إنشاءات تتعدى 80% ومشاريع من ارقى المشاريع الموجوده. ده بالنسبه للشراكه المصريه. طيب لو هنتكلم على الشراكه السعوديه، احنا شركه اكامل رقحي ده الاونر بتاعها عبد الوهاب بن صالح الرقحي، ده معروف عنه بالبنوك الرقحي الموجوده في السعوديه. طبعا احنا الناس اللي بتتفرج علينا من السعوديه هم عارفين كويس مين هو الرقحي، بالاضافه الى ادريس محمد ده صاحب شركه بنايات، ومعانا عصام منصور ده الرئيس التنفيذي لشركه اكامل رقحي، وده كمان صاحب قريه اروما في العين السخنه. طيب خلينا كده احنا قارنا بين الشركتين، شركه القمزي وشركه الرقحي، وما الشركتين من اقوى الشركات الموجوده في السوق. دي ليها ثابت اعمال كويسه جدا، دي ليها ثابت اعمال كويسه وليها مشاريع على ارض الواقع. طيب هنتكلم على اللوكيشن، الاثنين موجودين في منطقه الضبعه، سيزونز موجود في الكيلو 171 ودوس موجود في الكيلو 173. طيب ميزه منطقه الضبعه ايه؟ هي موجوده في نص الساحل الشمالي بين منطقه سيدي عبد الرحمن، المنطقه دلوقتي فيها مشاريع كويسه، وبين منطقه راس الحكمه ومطروح وسيدي حنيش، فهي منطقه في النص. ايه مميزاتها كمان؟ ان هي قريبه، هي قريبه من المخرج بتاع الضبعه، قريبه كمان المايه بتاعتها هتكون صافيه جدا لان هي قريبه من مطروح، وفي نفس الوقت انت مش في اخر الدنيا، مش في مطروح، وواخد الساند بيتش بتاعك بيكون كويس، المايه بتاعتك بتكون فيروزيه جدا، فهو كلوكيشن حلو جدا. طيب ده بالنسبه للمشروعين، الاثنين يعتبر نفس اللوكيشن. بنوصل للمكان ده ازاي؟ هم عن طريق طريقين، يا اما بناخد طريق اسكندريه الصحراوي عادي جدا، يا اما بناخد الطريق الجديد من ميدان جهينة في اكتوبر، بنمشي الطريق الجديد بتاع الضبعه وبنخرج من مخرج الضبعه 10 دقايق بالظبط بنكون موجودين سواء في القمزي او سواء في اكامل رقحي. ده بالنسبه للوكيشن بتاع الاثنين. طيب هنتكلم عن الديزاين بتاع المشروع هنا وديزاين المشروع هنا. ديزاين مشروع سيزنز هو على مساحه 204 فدان، مساحه كويسه جدا، يعني مساحه مش كبيره قوي وفي نفس الوقت هي مش صغيره، هي مساحه متوسطه 204. عندنا البيتش بتاعنا هو عباره عن 660 متر،
والعمق بتاع القريه 200 كيلو. طيب الناحيه الثانيه في دوس احنا عندنا المشروع نفسه على مساحه 135 فدان، الطول البيتش عندنا 450 فدان، وعمق القريه 1 كيلو. المساحه طبعا مساحه سيزنز اكبر، بس في نفس الوقت انت عندك الناحيه الثانيه 135 فدان، هو مش كومباوند صغير ولا كومباوند كبير قوي، هنقدر ان احنا نتحكم في الخدمات اللي هتكون موجوده. وفي نفس الوقت الناحيه الثانيه عندنا في سيزن انت عرض الشاطئ بتاعك اكبر 660 متر. طيب هنتكلم على الخدمات، ودي احلى حاجه موجوده في المشروعين، الخدمات في سيزنز ايه والخدمات في دوس ايه. طيب اول حاجه القمزي او سيزنز، احنا بنقدم لكم 3 كلاب هاوس موجودين في قلب المشروع، متقسمين معانا بشكل كويس جدا، في كلاب هاوس على البيتش، كلاب هاوس في مرحله، وكلاب هاوس تاني هيكون في نص القريه، فانت عندك متقسمين بشكل كويس جدا. غير طبعا الالعاب الشاطئيه اللي هتكون موجوده على البحر، احنا البحر عندنا زي ما قلنا 660 متر، في معظمه في خدمات زي اكتيفيتي كده نقدر ان احنا نعملها، طبعا هيبقى فيه كل في كار بتحركنا في المشروع، هيكون في منطقه كوميرشال اريا، هيكون في الكلاب هاوس ده اللي هيكون فيه الجيم والسبا، ان احنا ممكن نعمل فيهم حاجات كتيره جدا. ده بالنسبه للخدمات، طبعا مش هننسى اللاندسكيب، الكريستال لاجون، دي كلها خدمات بتقدمها شركه القمزي. طيب شركه اكامل رقح هي معروفه بالخدمات من اول ما دخلوا العاصمه الاداريه، بيعملوا خدمات كتيره جدا، تقريبا 30 خدمه موجودين في 135 فدان. طيب ايه بقى هي الخدمات الموجوده؟ خدمات من اول ما بتدخل القريه، انت عندك موبايل ابلكيشن تقدر ان انت تستخدمه بقى في القريه، ان انت تعرف الخدمات الموجوده ايه، تعرف ان انت تتحرك منه ازاي. الموبايل ابلكيشن ده كمان بيساعدك ان انت ممكن، دايما شركه اكام بتراعي الستات جدا سواء في العاصمه الاداريه او في الساحل الشمالي، فهم عاملين لك خدمه على الموبايل ده ان انت ممكن تطلب الاكل بتاعك، او انت ممكن تطلبي الاكل بتاعك لو انت عايزه تعملي اكل بيتي، تبعتي لهم الماتيريال وبتحاسبيهم بس على الفيس بتاعه الطبخ بس، وبكده بتقدري ان انت تعملي اكل بيتي وانت موجوده في الساحل الشمالي من غير بقى طبخ ومن غير اي حاجه. ده بالنسبه للخدمات بتاعه الموبايل ابلكيشن. بالنسبه للجولف كار، انت عندك جولف كار بتحركك في المشروع كله، ما تستخدمش العربيه بتاعتك لو مش عايز مثلا تبهدلها في القريه، فانت عندك جولف كار. عندك كيدز اكاديمي، طبعا احنا يعني الناس المتجوزه ومعاها اطفال اول ما بيروحوا هناك احنا عايزين نحط اطفالنا في اي حته عشان احنا ناخد راحتنا، فهم عاملين لك حاجه مميزه جدا ان هي كيدز اكاديمي، دي مش كيدز اريا حاجه بسيطه، لا هم عاملين لك اكاديمي ان انت ممكن تسيب اطفالك هناك يستمتعوا براحتهم وانتوا في نفس الوقت تستمتعوا في مكان تاني. عاملين كابلز بول، ده جوه كهف كده للناس مثلا الكابلز، جو رومانتيكي خالص، ان هم عاملين لكم حاجه برده زي كده. طيب بالنسبه للخدمات ايه تاني؟ الاكتيفيتي اللي موجوده على البيتش، اللي عندنا برضو كريستال لاجون دي هتكون موجوده، في خدمات كتيره جدا جدا، احنا لو اتكلمنا في الفيديو ده مش هنخلص الخدمات اللي شركه اكام عاملاها. ده بالنسبه للخدمات هنا، الخدمات هنا اتكلمنا عن السي، اتكلمنا عن الديزاين، اتكلمنا عن اللوكيشن، واتكلمنا عن اللوكيشن كده، فاضل لنا المساحات والاسعار. لو هنتكلم في سيزنز القمزي، هم عاملين الاسعار من اول مساحه الغرفتين بتبدا معانا من 2,100,000. في الناحية الثانية شركة أكام مشروع دوس عاملين الغرفتين بتبدأ من 2,600,000، بيمنت بلان في أكام، بيمنت بلان في القمزي 10% مقدم وأقساط على 8 سنين، في أكام بتبدأ معانا من أول 0% مقدم أقساط على 6 سنين، بتوصل معانا ل 10% مقدم وأقساط على 10 سنين، في النص طبعا كذا بيمنت ثانية. ده اختصار شديد جدا بالنسبه للشركتين وبالنسبه ليه نشتري هنا وليه نشتري هنا. طبعا في تفاصيل كتير جدا احنا ما قلناهاش في الفيديو، بس لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر اتصلوا بينا على الارقام اللي هتظهر قدامكم على الشاشه. انا كنت معاكم نوره محمد من شركه نيو ستارت للتسويق العقاري.